كرمالهم بس ما راح احكيك شيء. شايف؟ شايف قديش ان المناح تجاهك؟ مع انك حاولت تنزعلهم العرس. خلصنا عزمي، خف عليه شوي. حبيبي ربحي، قوم، انت ما تعشيت منيح، قوم تعشى حبيبي. ما بدي اكل، ماني شوعان. تركي دكتورة تركي، يلي بياكل على درسه بينفع نفسه. لك مو حرام عليك تعمل يلي عملته فينا اه؟ وتاريك عم تلعب فينا، ما خليتنا نتهنى يا بشوم عليك. قوم حبيبي قوم، قوم كلك ليمة الله يرضى عليك. جميلة قومي حبيبتي، خدي على المطبخ خليه يتعشى. لك لحد ما يجوا علي لكم انا نتعشى. ايه لك هلا قوم اجلي هالجليات، انا حاكم المطبخ قايم قاعد. ايه عدي عيني عدي، المي بهالوقت بتكون مقطوعة، ريحي حالك. لا حبيبتي هلأ شفتها جاي المي، بعدين في خزان. إذا كان هيك لكان لأم ساعدك. الحمد لله، جميل يحمل كتف عني مثل ما بيقولوا، هي حطيت دابة وداب أم لولو. والله يا ميتي كأنه الحديث كله مو عاجبك. لا مو عاجبني. مو عاجبك؟ لا انت في حواش بك يقبلني. سوسن خانم لازمك شي؟ في شي؟ ما في شي صغري، ما في شي، بس كنت عم اقول انه عروستنا ذكية كتير، لولاها كنا لهلأ ملتهيين بربحي. يي ربحي؟ وين رايح؟ على غرفتي خالتي، على غرفتي، لا تخافي ما رح ساوي شي بحالي. دخيلك يا ابو صبحي، الا لام حمدي خليها ما تقرشني بالبيت، لاني سمعت عم تحلم البنات علي، خايف يستفرطوا فيي ويتكاتروا علي بالبيت. انت فهمتيني غلط يا شكري يا خانم، انا مو قصدي. انت غلط؟
حاطه جوزي وقاعده عم تتسامري انت وياه وبتقولي لي فهمتيني غلط؟ لك دخيلك فهميني يا عايش شلون بتضفي؟ لك الصراحه وما تزعلي مني؟ تفضلي قولي. الصراحه الصراحه انا جعت وما لقيتها حلوه على حالي اني ادخل على المطبخ لوحدي، ايوه تحركشته لجوزك مشان بحشته وفوت على المطبخ اكل. ها برافو عليكي لقيتي حجه هلا. لا والله هي الصراحه. عمتي حماتي خالتي وجوزها والدكتوره طلب بدهم يمشوا ان شاء الله. يلا اهلا وسهلا. فيني بالك منتي على حالك. يا شباب طلعوا 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 خلو سالمة خلوني ايه معلش لولو معلش كرمال خاطري بلا الشغل نزلت عفيته الولد وبعدين صار له 3 سنين عم يسقط بالبكالوريا وجوزك مو مضمون يدرس ويشتغل ايوه اتمرضنا التامي اتمرضنا حبيبي ولك مالا عدس فيني لك عم بيعني خلي انا عم بيعني خلي مضمون بعد شو انا بقلي ماي مضمون مضمون انا هيا خد بوسي بس نحن مو هيك اتفقنا عمو لا حبيبتي هيك اتفقنا اخذ بكالوريا وبعد ما اخذ بكالوريا بشتغل بلاقي احلى شغله لك اطول اليوم بالتاريخ مع انسان بحياتي ابي يستر على عرضك حكيها بس بدك تاخذ البكالوريا هالسنه لك باخذها باخذها اصلا صار عندي دافع معلش يا لولو كرمال خاطري برئي له اياها هالليله تكرم عينك عمي ولي سكرت الباب يا روح دق عليها روح لولو لولو حبيبي لك قفلت الباب لك شو عملنا كنت احنا لولو بس بدي لك تصبح بخير تعليكي بس هيك شو ببكي لك وين رحتي أنا أجيت لك إذا أنت هيك بدك أنا موافقة الله يرضى عليكي الله سبحانه وتعالى بعتك رحمة إليك وإن شاء الله على إيديكي بنصلحوا هالبلاد يلا حبيبتي على غرفتك على طيف على رمحية أصلك أبو صفحي لك بعد عني لك بعد عني شو داري نص عنينة كولونيا كيف يا عالم ما عم تحس يا بابا عمو أنا ألي طلب لك أنت بتأمري أمر أنت غالي علي انت اغلى من صبحي وربحي وفتحي تسلم عمو هذا من ذوقك صبحي لا تزعل يعني بيقولوا ما له موجه ضدك رجعتي يا خرجتي مو قال لك بابا كرماله دخيل الله يعني ما حتنيموني بالاوضه لا انا مو هيك القصد بس يعني عمو انت بتعرف ماني معوده انام مع حدا بنفس التخت يعني حتى اسال امي لا حبيبتي ما في داعي اسال امي بتتعودي انا جوزك على سنه الله ورسوله مو هيك بابا بعرف بس يعني انا لازم اتعود شوي بقى عمو انت عندك هون بالاوضه تختين بركي بتخلينا نعمل ليله عندك لك قولي بدك تزفتيني انت لك على تحت كتير جديد ووسيع غير شكل لك تكرم عيونك الله يخليك وياك يلا صبوحه روح جيب لي امي صالون شو قلتي صبوحه لا في بعدها قمي سنون قولي 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 بعدين بفتح لك خير ان شاء الله شوفي بدنا ناخذ اغراضنا صبحي شق على اخوك ربحي ايه يلا تصبح على خير تصبح على خير ايه الله يرحمك يا ابو صبحي
الله هدى سرك يا صحيح. أنا بورجيكم ما عاد حامل حدا. إيه كل واحد مهتم بحاله. كان بدون يعني يموت. فتحي 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 شو نمت؟ اتركني بقى ربحي. حتى انت عم تتخلى عني؟ فتحي قوم بقى قوم. فتحي الله يخلي قوم. لك رح طق من غيظي. لك رح اشنق حالي ما حدا اهتم. لك فتحي فتحي ربحي اتركني بقى نام. انا ناس كتير اليوم. لك قوم فكر معي شو اعمل. لك ساعدني. لك فتحي قوم بقى. الصباح رباح يا اخي الصباح رباح. ليش انا قدران استنى للصباح؟ كله من هي السرنا ويلولو. عاملين عرايس وصيفة. والله ما بكون ربحي إذا ما بخرب لكم إياها. شو أعمل؟ شو أعمل؟ شو أعمل يا ربي شو أعمل؟ هلا هي بدلت الأوضة مشان أنا عندي فاس بتخت وأنت تنامي بتخت. إيه لك أنا ماني معودة أنام مع حدا بنفس التخت. طول عمري عند مامي كان إلي أوضة لحالي وتخت لحالي. مشان هيك سموكم بيت جر لحافه. لك مو حرام عليكي تعملي فيني هيك؟ أنا مالي جوزك. لحتى علمك كيف تحكي للعالم إنك غلط معي. فكرني سهلة مو؟ لك لا شو سهلة أعوذ بالله. بس حبيبتي يعني مو حلوة ليلة عرسنا تعملي هيك. أنا فهمتك شو القصة. بعدين أنا كثير بحب. بعد أحسن ما صرخ ولم عليك كل أهل البيت. ها بعدين إذا لسه بتتجاوز حدودك بترك لك الأوضة وبطلع ننام بالصالون. ليش؟ أنا شو أعمل هلا؟ قدامك خيارين. يا بتحط راسك وبتنام يا بتقعد تحت داك الضو وبتدرس. يعني حبكة اليوم بليلة العرس. يا حبيبتي يا لولو. لا تتمسكن لي صبحي. قلت لك بدي دفعك ثمن اللي حكيته علي. مو بقصدي الله وكيلك مو بقصدي. بقصدك ولا مو بقصدك؟ يا بتطوعني يا بدرك لك الأوضة. وكل ما حاولت تعمل حركة بتزيد العقوبة. وليش؟ ليش كم يوم ناويتيها؟ 3 أيام لهلا وبتزيد على حسب سلوكك معي. حبيبتي مو بابا قال لك معليش؟ هوي أنا وافقت معك نام بالأوضة. شو بدك أحسن من هيك؟ محرام عليكي. اوعى تقرب. ما حقرب رح أقعد هون. اوعى تقرب عم بالله. حبيبتي ما حقرب خليني أطلق شوي. سنة عافيتي أطلع يوم بالتاريخ شبكي. لشو جوزتك أنا لك ها؟ لشو تجوزني؟ مشان جيب خدامة على البيت وتمنع أبوك من الجواز. مو هيك ولا أنا عم كذب؟ إني عم كذب. لا ما عم تكذبي بس يعني هداك كان بالأول وبعدين اتحمل لكان. بدي أشوفك بتنصلح معي ولا لا. تصبح على خير. عم حذرك ها لا تتجاوز حدودك. شو هاد عم قدم فحص بكالوريا أنا ولا جاي معلمي تعلمني؟ صبحي نعم حكي بلا صوت مثل ما بتحكي بالعادة. بدي نام. طيب حبيبتي نامي نامي نامي. قولي شو هالجواز هذا؟ نصيحة لكل عازي. شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟
تليفون. الو الو. مرحبا بسام، أكيد ما لك نايمة هيك؟ إيه بسام، إلك ولا للديب؟ ديب أسرع لي يا الموديل. بسام الله يخليك، معدازك بشغلي مكتئب أنا اليوم كتير. لك ماشي أنا أتحالي. لا بسام، مو أنا أخو صديقك؟ يعني وأنت صديق أخي؟ ساعدني بهالشغلة، بدي اخذ من عندك شغله، يعني مو من عندك، من عندك، من عند رفيقتك. ايه ساعتين زمان برجع لك اياها. بانجو. ايه ليش منجرت عيونك؟ بانجو. ايه بانجو. خلص اذا ما بدك خلص بدور على حدا غيرك. خلص برجع لك يا ضروري تفهم البيضه من بيضه وجاجه من جابه. يعني انا هلا بلبس ثيابي بمر لعندك، بس انت ليه خليك واقف على البلكون؟ ايه تقبش قلبي لا تاخذني، ما بدي حدا من اهلك يطلع. ايه يلا ما بطول عليك، باي. تجوزوا لالكن. مالو أبي كمان نزل بين التختيش، ليش ما حركاتش؟ المرة الجاية ما بدي زدك بين التختين، بدي زدك من الشباك لبين البنايتين لعند رشا. هيك فشتيني، حرام عليكي. ايوه مثل، اشوف مثل. على كل إن انا طالعة نام برا. لك لا 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 لا، شو تعمل برا؟ تفضحينها قدام بابا وربحي. ها ما في شيء عليك. لكن لا ترجع تمثل وتعمل لي حركات. ما عم مثل، ما عم مثل لولو، الله وكيلي. انا بمشي بنومي حتى اسالي ربحي اذا بدي. يا ما طالعين لاميلي من الشوارع زمانه، جابوني من النبك. بالله لكن ليش حطيت ايديك قدام عيوني؟ فكرني مالي شايفتك عم تنادي لي لولو الصغيره. لولو يعني كنتي صايعه ملعونه؟ لا نايمه بس حسيت عليك. شوف، يا بتقعد عائل يا بتطلع بنام بالصالون. لا 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 لا، تطلع تنامي بالصالون، لا تطلع تفضحينا. ها انا علمايا على عيني ملايا يا بنت. Thank you.
من حالك. حركتها مسيرة لولو، ماذا تريد لولو؟ يا صباحي لولو. لولو نمتي حبيبتي؟ لولو نمتي؟ اي نمت. شوفي لا ما في شي، بس عم بطمن عليكي اذا نمتي بس. عاد لك انت ما بدك تخليني اعرف نام. لا حبتي نامي، نامي اصلا، انت امك بعدتك لهون لشان تنامي. انت ما تنام. انا قلقان. شو رايك هيك يعني نكتشف مع بعض سبب القلق تبعي؟ شو رأيك؟ ايش قلقان؟ حط راسك على المخدة بتنام. الله، حطيت راسي على المخدة، غليظة المخدة ما عم تريح لي راسي. اشيل الافكار السوداء من بالك بتنام. افكار سوداء يا ملعونة. ادي 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 خلينا نتحدث انا وياك، الله يخليك. ادي شوي هلا نتحدث. ايه يعني انا لاحظي انه يعني ما تحدثت معك ولا مره اصلا، يعني بالعرس ما صار في مجال نحكي مع بعض، فالله يخليكي خلينا هيك نحكي شوي مع بعض. طيب ما عشان شو بدك تحكي؟ عن شو بدي احكي. شو رايك بالعرس؟ عجبك ان شاء الله العرس؟ ايه تضرب انت وهالعرس. ليش اخوك ربحي خلانا نعرف ننبسط وهو بده يشنق حاله؟ بس بتعرفي لولو، يعني طلعتي من خرجه ورفعتي لي راسي قدام ابي. شو فكرك هي طلبه بتروح ببلاش؟ بوسي حقك. لك يهدوا حيلك، لك يهدوا حيلك، ما بتكل ولا بتمل انت، خليني اعرف نام بقى. بعدين شو ضرورة هالحكي يعني؟ صار لك كم مرة مسمعني اياه؟ ضروري تعيد وتفتق؟ نام بقى، لك نام، تنام عليك حيطة. لا ما بدي نام. لولو جدي فكرة، شو رأيك نطلع أنا وياكي نشرب قهوة على البلكون؟ لا بدي نام. ماشي الحال. حبيبتي انتي نامي وأنا هقعد هون جنبي. بس اوعى تقرب. ها لا بحقرب، أنا بس هقعد وأدرس. ايه نام بكير لأنه نروح على مدرسة بكرة. ولي لا شو نروح على المدرسة حبيبتي؟ بكره بيقولوا لك صباحية مباركة يا عروس، ما في روح على المدرسة. لا حبيبي بدنا نروح. شو قلتي؟ شو قلتي لي؟ بدنا نروح. لا قبلها بشوي، شو قلتي لي؟ أنا قبلها؟ يعني قبل قبلها، لا هي شو قلتي لي؟ قلتي لي حبيبي؟ إيه دفع صباح.
رجعنا. لا يا حبيبتي احنا بدينا حتى نرجع للسحبة اللي رجعنا سامع في صوت كلب. بس انا مالي في سامعة انه في صوت كلب. لا في صوت كلب حتى بالعلامة عم يشخو عم يعمل هيك لا تعطي هيك عم يعمل. والله هون بالبيت؟ لا مو بالبيت يعني بس قريب يا ستي يمكن بالبيت. لا بالبيت لك صبحي ليكون عديت من اخوك ربحي بقصة النملة وصبحي اللي ماله صبحي وربحي ابو ست ادام وثلاث رجلين. لا تتمسخري انا عم بحكي عن جد. قومي اطلعي من اكيلة برا. انا ما بخاف من الكلب بس لازم تطلعي معي لبرا. قومي قوم روح لحالك اتركني قوم روح لحالك يلا. مركي هجم علي. والله لك ان يهجم علي حبيبي شاطرة تتهاوي علي بس الله خليكي قومي خلينا نطلع. صبحي ينفخوا قلبك مو حاسس انك عم تتصرف مثل ولاد صغار. حط راسك ونام بقى اللي بالك ما حيصير. ما حيصير؟ لا ما حيصير. يعني اقطع الامل؟ ايه اقطع الامل. ايه قطعته. ليش؟ هيك لاني قلت لك في قدامك 3 ايام لشوف تصرفاتك فيهم. واذا لسه بتحاول تفيقني او بتعمل لي حالك عم تمشي بنومك او بتعمل اي حركة وبيضل سلوكك رديء بهالشكل هاد بدون يصيروا اسبوع. يا استر على اختك يا استر على اخواتك الخمسه وعلى امك ام لولو. الله يخليك بكفي اليوم واحد مو ناقصني انا سنه عافيتي. طلعوا لي على الميزان من 5 كيلو. انا والله في صوت كلب. ليش بيناتهم بتندحشي فهمتي؟ زي ما انت مرحبا بانجو. مستقبل سعادة هذا البيت ومستقبلي الشخصي. تسمعني بين فكيك بانجو. سمعان مثل مشنطط مثل الكلاب. اليوم بدي الشنططة العجيبة بانجو. خليه حط كل رزالة الكلاب والحواري اليوم. تبوش قلبي جاهز حبيبي. صل عليه يلا. Oh,
تراني بالعض هالكلب الابن الكلب. Malayli, Malayli, Malayli.